رجعنا لكم تاني مشاهدينا، ودلوقتي هنروح نصبح على زميلتنا لميا ونتعرف منها على آخر أخبار المرور في القاهرة والمحافظات. وإحنا جايين في الفجر في الطريق، الحمد لله كانت الأمور طيبة والطريق مستقر من طريقي، لكن صحيح. يا ترى ده في كل الأماكن؟ هنعرف من لميا دلوقتي. نصبح عليها. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك منا، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأها من القاهرة وبالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، ومكملة لحد ميدان العباسية اللي بتشهد كثافات نسبية إنما بسيطة. هنفضل مكملين وماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهنلاقي هناك برضو كثافات بسيطة وغير مؤثرة على حركة المرور. وهنفضل ماشيين لحد ما نروح كوبري الجلاء، وهناك هنلاقي سيولة مرورية ومكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة تبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار، وبتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للي قادم من الأقاليم ومتجه للقاهرة عبر الطريق الزراعي. نفس الموضوع للمتجه للمنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي ومتجه للجيزة. نفس الموضوع هنلاقيه في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة في كثافات مرورية على محور 26 يوليو اللي جاي من مدينة السادس من أكتوبر. ولو كملنا جولتنا من شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية بمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية، وده بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه للطرق البديلة اللي تم تحديدها. ظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العريش ومكملة لحد الطلبية. كثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لحد شارع العشرين. وكمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ظهرت كمان على محور صفت المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان كثافات مرورية إنما متحركة، ونفس الموضوع في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. ظهرت كمان كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. هنروح لمحافظة أسيوط واللي هنبدأ فيها جولتنا من أمام مستشفى الجامعة اللي بتشهد هناك سيولة مرورية ومكملة لحد جامعة أسيوط. لما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر وتزيد ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط كمان في سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد مدينة الإسماعيلية، وبالتحديد من ميدان أحمد جويلي هناك بتظهر كثافات مرورية غير مؤثرة. بعدها هنروح شارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة، وده لحد ما نوصل لطريق إسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة وتبتدي تقل لحد أو تختفي كمان لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض، ونروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. وهنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية، وهناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة. مشاهدينا دي كانت جولتنا المرورية النهاردة. نخلي بالنا على الطرق المختلفة سواء زراعية أو صحراوية أو زراعية، لأنه في النهاردة يعني سرعة الرياح واصلة لحد 60 كيلومتر، فيها محملة طبعا بالأتربة، فناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية عشان نوصل أشغالنا بألف سلام. مرة تانية نرجع لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي.